إذن ننتقل إلى كلمة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. الآن في خضم عملية برية، قوات المدرعات والهندسة تشتبك مع المسلحين الذين يحاولون أيضا مواجهة هذه القوات، فيتم قصفهم أيضا من خلال الجو. قصفنا منزلا كانت فيه قوة من 20 مسلحا فلسطينيا. نحن نتحرك في البر، نتحرك في ونضرب من الجو. هناك اشتباكات مباشرة بين قواتنا والمسلحين الفلسطينيين. نحن نتقدم بشكل متدرج حسب الخطط التي وضعناها، والخطط أو التنفيذ سيتعاظم حسب الوضع في قطاع غزة. في الشمال نحن مستعدون على امتداد الحدود الشمالية مع لبنان. طائرة مقاتلة هاجمت منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله، ونحن نواصل توجيه الضربات لكل خلية تقترب من الجدار. سيتم قتلها، كل خلية تحاول أن تطلق النار باتجاه أراضينا سيتم قتلها، ونحن نحافظ على استعداد كامل، وهذه هي مهمتنا. صباح اليوم استهدف الجيش مجموعة من المسلحين الفلسطينيين في مخيم جنين، كما تم اعتقال عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية، من بينهم ناشطون في حركة حماس. سنواصل العمل على إحباط العمليات في الضفة الغربية. نطالب المستوطنين الإسرائيليين باتباع تعليمات الجبهة الداخلية، ونحن أيضا نحدث المعلومات كي نحافظ على مستوى حياة في الجبهة الداخلية في مؤسسات التعليم وفي غيرها، ويتم تحديث المعلومات عبر موقع الجبهة الداخلية على الإنترنت. ونطالب الإسرائيليين بالالتزام بالتعليمات التي تحافظ عليهم. حتى الآن تم إبلاغ عائلات 312 جنديا إسرائيليا، وهناك 239 مخطوفا، ومهمتنا هي استعادتهم. وكل ما نقوم به هو عسكريا هو من أجل استعادة المخطوفين. هذه المهمة ليست مهمة وطنية، بل هي مهمة عالمية. هناك إسرائيليون وهناك أجانب تم اختطافهم من قبل تنظيم ارتكب جرائم حرب. لذلك إضافة إلى الجهد العسكري والجهد السياسي الذي تقوم به دولة إسرائيل، هناك أيضا مسؤولية أخلاقية على الأطراف العالمية من أجل استعادة المخطوفين والقيام بكل ما يجب القيام به من أجل إرجاعهم. سؤال عن تقدم لقوات برية في شارع صلاح الدين في قطاع غزة. لقد قمنا بتوسيع عملياتنا، وهذه عمليات لسلاح البر والمدرعات، ونحن نعمل على تحقيق الهدفين لهذه الحرب. الأول هو القضاء على حركة حماس، والثاني استعادة المخطوفين. نحن نعمل بكل قوة من أجل تحقيق هذه الأهداف، لكنني لن أضيف المزيد من التفاصيل للحفاظ على قواتنا، وأطلب من الجمهور الإسرائيلي الحفاظ على المعلومات، لأن ذلك يمس بقواتنا. سنعمل من البر ومن الجو من أجل ومن البحر من أجل الحفاظ على قواتنا البرية. هذه حرب معقدة وقد تطول، هل ستكون العمليات البرية المقبلة هي العملية الكبرى الاجتياح؟ نحن نقوم الآن بهجمات من أجل تنفيذ تحقيق الأهداف.
ونحاول ونعمل على التوفيق بين ما يحدث على الأرض وهذه الأهداف. ننظر إلى كافة التهديدات التي تهدد إسرائيل ونقدمها للمستوى العسكري والمستوى السياسي، حيث تتخذ هناك القرارات بشكل يومي وبناء على مراحل القتال.